تقدم معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها في مختلف مدن محافظة الأقصر دعما كبيرا للأهالي عبر توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة. من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر تامر صلاح، أوضح أن كافة المعارض تقدم سلعا غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%. احنا معرض اهلا رمضان في محافظه الاقصر في مدينه الاقصر، وجاري افتتاح سبع معارض اخرى رئيسيه في باقي المدن للمحافظه. يمكن بكره ان شاء الله هنفتح في مدينه اسنا، بالاضافه ان احنا اتفقنا مع السلاسل التجاريه والمحلات الكبرى لاقامه شوادر امام محلاتهم او تحديد ركن في الاركان بتاعه السلاسل التجاريه او المحال لعرض السلع بأسعار مخفضة وأسعار عادلة.